كنت عايزه اسال حضرتك في البدايه، انت اكيد سمعتي كلام جانا وسمعتي كل اللي قالته والحاجات اللي هي نفسها فيها ويا رب يتحقق والكلام ده كله. طيب انا معاكي ومعاهم خلاص. اوكي. طيب دلوقتي اكيد في اختلاف في الجيل واضح جدا، التفكير غير، الاساليب غير، الحاجات اللي ظهرت دلوقتي غير، الافتتاح غير، التكنولوجيا، التليفونات، الانترنت، كل الكلام ده كله ما كانش موجود يمكن زمان بالظبط. فده عمل انفتاح علينا كلنا عامه، ده مش بس على اولاد حضراتكم. طيب شايفه انت قادره انك تتعايشي مع ده ولا برضو لسه معايشاها في الجيل بتاع زمان؟ لا بحاول ان انا طبعا ان انا اواكب الاثنين مع بعض. في حاجات طبعا بيتقال عليها لا، انما في حاجات ما بتقدريش انك تقولي عليها لا. معناها عاديه دلوقتي؟ ما هو اما انت حتى هي بتبقى عايزه تقول عليها لا بس ما تقدريش، ما تقدريش انك تقولي لا، علشان هي اوريدي لو انت قلتي لا طب ما هو ده بيعمل وده بيعمل وده بيعمل، طب هي اشمعنى؟ يبقى تعمل قدامي احسن تعمل من ورايا. دي وجهه نظر تحترم جدا. يعني دي انا وجهه نظري، حتى انا مربيه الثلاثه نفس الموضوع. تبقي مصاحبه اولادك؟ انا لا، ده انا بصاحب صحابهم قبليهم، يعني انا مصاحبه اصحابهم قبل ما اصاحبهم هم. هايل، انت ام مسيطره، احنا كنا عارفين. انا ام مسيطره على الاخر. حاولت. برج الجوزاء. يعني هي فضحتني بس عادي، بس حاولت. لا وده صح جدا على فكره. اصحابهم قبلين علشان تبقي عارفه بيفكروا ازاي، ايه المواضيع اللي شاغله دماغهم، مين الناس القريبه منهم، عشان في السن ده هم مش بس صحاب، هم بيأذوا بعض جدا. يعني بيأذوا بعض بالتفكير، اللي بتعمل غلطه بتبقى عايزه الثانيه تعملها علشان تبقى احسن منها وتفتن وتعمل مشاكل في المدارس وتسوق سمعه. علشان كده هي قالت لك ان هي في حاجات مثلا مامي اما انا بقول لها عليها دي بلاش، خلاص ده فوربيدن، ده لا ده فوربيدن تبقى بلاش. حتى هي بتبقى اما بتلاقي ان اللي قدامها عمل اللي انا قلت لها عليه ان هو هيعمله، طب انت عرفتي منين؟ قلت لها لا من التصرفات، خبره بس. خبره وشفنا كتير، وهم يعني لسه يعني بيور جدا، ويعني ورقه بيضه كده. وبحكم مجالي كمان عشان انا مدرسه، فانا بشوف كل انماط الطلبه، اذا كان صغير من الصغير للكبير. حاجه ايجابيه جدا. فهي دي، فعشان كده انا كنت لازم ان انا كنت نعمل كده. والله المفروض تستفيد منك ومن خبرتك. بنحاول والله. لو وهي مغمضه كده، مامي اعمل ايه؟ اعملي كذا، خلاص واقوم رايحه على طول في الراي اللي انت قلتيه. يعني هو حتى ما بيقدرش مثلا يعملوا حاجه غير مامي انا رايحه المكان الفلاني، اقول لها اوكي. طب مع مين؟ قبل ما اقول لها اوكي مع مين؟ بالظبط. الاشخاص مهمه جدا، اهم من المكان كمان. قبل المكان، حتى لو المكان مثلا انا مش واثقه فيه 100% بس انا عارفه هي رايحه فين. قبل ما مع مين؟ انت رايحه مع مين؟ دي اهم حاجه بالنسبه لي. وفعلا انت مش بتيجي بالضغط خالص ولا بتحبي الزن؟ لا انا باجي بالزن. بتيجي بالزن؟ قالت ما بتجيش بالزن. طب دي قالت ماما ما بتجيش بالزن خالص. لا ما هو بالزن مش منها. اللي بتيجي بالزن مين؟ مين بقى؟ بالزن مش منها. ما هي بتسلط اخواتها، اختها الكبيره او اخوها الصغير. جبنا لك يا جنى المفتاح اهو، اتبسطي مننا بقى. انا كل الاسئله دي مامي عشانك. هو ادم. لا اختها الكبيره تقول، وتقعد بقى مامي انت ليه مش موافقه؟ تقعد بقى زن اختها بقى الكبيره اللي بتزن. انزلوا من على دماغي. بالظبط، انزلي من على دماغي، انت عايزه ايه دلوقتي؟ طب هوديها، حاضر هوديها. بس طيب مدام سناء بقى، احكي لنا بقى ايه موضوع الرباطيه اللي معموله عليكي في البيت دي؟ ها والله. يعني فرح وباباها، وسمعتي مكالمه باباها؟ طبعا هو اب يعني جميل ما شاء الله عليه، ان هو عارف يصاحب بنته وعارف كمان يديها الثقه ان هي تتكلم معاه وتحكي له، وان هي لما يبقى عندها مشكله معاكي تجري عليه هو اول واحد. دي حاجه فعلا شابولي، لانه البنت لما ما بتلاقيش ده ممكن تجري على حد بالزبط تاني. بالظبط. فاحنا لا، في بيتها كده والدنيا ملمومه والدنيا لطيفه. لا يمكن حته الاحتواء عند محمد اكتر مني. انا عصبيه شويه، وفي حاجات كتير بقول عليها لا هي لا ما بتتغيرش. الا بقى لو بابا اتدخل ببص له كده اللي هو هي ايه؟ يعني هقول ايه؟ فلو انت قلتي لو قلتي لا بعد كده انت طب ما انت بتكسري كلامي قدامهم. لو قلت هي بقى خلاص، هي عرفت المدخل فين، انا رايحه لبابا. كنا الاول نيجي لماما الاول، ماما هعمل لا. طب ليه هو لا؟ فابص الاقي انا خرجت ورجعت بابا بيقول لي على فكره يحصل كذا كذا كذا. طب ما تقولي مشيها بجميله، بيبوظ لك بقى اللي انت عملتيه. ما في حاجات كتير ما بتنفعش خالص. إيه؟ انا بقى عايزه اعرف حاجات زي ايه اللي انت بتقولي عليها لا يعني لا. يعني مثلا حته هي بتقول لك عايزه نفسي ابات عند واحده صاحبتي. لا. طب بابا بيوافق عليها؟ بابا اوقات يقول لي ايه طب قولي لا، اقول له انا بخاف. فحتى هم كتير قوي يقولي ماما انت شكلك اتخطفتي وانت صغيره. ليه؟ يعني بتخافي قوي. لا ما هو انا حبيبتي مش عارفه هتنامي فين؟
حتى لو انا بثق فيهم جدا الناس دي واعرفهم اوكي انا عارفه كل اصحابهم طبعا بس انا انت اتقلبتي انت نمتي انت انا ما اعرفش الدنيا ايه ماما طب ما بيباتوا عندي مشكلتهم مش مشكلتي انا مالي بالظبط هم حرين عايزه تخرج فرح الساعه كذا تكوني هنا انت محدده معايا ميعاد عمرها ما التزمت بساعه عمرها ما التزمت بساعه بتقول عمرها ماما 7 هبقى في البيت الاقيها 10 فرح في 3 ساعات دي بدري قوي ما انت اذا قررت لا هو انا بديكي مثال هو مفيش مفيش 7 الميعاد كام انا كنت كده على الميعاد كام الرسمي يعني انا رسمي والله العظيم ما في رسم يعني انا ماليش يعني فرح كل الاسبوع فرح كانوا كده انا تقريبا كنت كده اسد برج الاسد طب يعني هي مسيطره على البيت كله 9 هعمل ايه طيب مفيش طريق سبعة. لا طريق زحمه الطريق زحمه جدا يا مامي طريق ايه الطريق زحمه لو هنا زايد وهما هنا التليفون بيتوقف مفيش شبكه وبعدين ممكن بقى لو انا بره بقى اتصل انا ماما تحت البيت بقى تحت البيت دي ممكن تكون لسه ما اتحركتش من مكانها اصلا انا مامي دايما بتقولي ما تقوليليش انا تحت البيت دي غير وانت في الاسانسير يعني كلمه تحت البيت دي ما اسمعهاش انا كنت تحت البيت وانا من اول اكتوبر مثلا ايوه مامي داخله على البيت اهو يا مامي لا والتليفون يتقفل ليه عشان ما اعرفش هي في البيت ولا لا لسه هقول لفرح وسبحان الله يا فرح التليفون يقفل في الوقت اللي هي تحت البيت سبحان الله في الوقت ده سبحان الله لازم هيدور على الشيخ تدبير ربنا